السلام عليكم. اليوم نعود إلى مشروع تهيئة حظيرة دنيا بارك بمنطقة جنوب الجزائر العاصمة بين بلدية شلاقة وبلدية أولاد فايت، وهذه الحديقة اللي الآن تعرف وتيرة تاع أشغال محسوسة، إن شاء الله تكون الأشغال عند حسن ظن المواطن الجزائري وتكون بمعايير علمية وعالمية، لأنه الحظيرة هذه يعني انتظرناها كثير، عندها أكثر من 20 سنة وما يتكلموا عليها. إن شاء الله تكون انتظار هذا يستاهل أن تكون فيه أشغال يعني بجودة عالية. نخليكم تتابعوا الفيديو حول زيارة والي ولاية الجزائر العاصمة إلى حظيرة دنيا بارك، والسلام عليكم. صورتي ديرها من هنا، ديرها الفوق كاع كيما راه مقاريها. داكور ديرها زوج دو فواتير، ومن بعد نشوفو سي جامي نلقاو لومبوتياج بزاف نزيدو زوج دو فواتير. D'accord.